لو سمحت يا شيخ، أنا عندي هاوي رؤية يا محمد. قصيرة. أنا رأيت إني واقفة أنا وبنتي وأقول لها النبي سليمان عليه السلام قال واحد بس، ونظرت إلى السماء فكان في شق كذا في السماء خارج منه نور قوي ذهبي، ورجعت طلعت في بنتي وقلت لها سليمان عليه السلام يقول واحد بس، وانتهت الرؤية. سمعتني يا شيخ؟ لا عيدي عيدي عيدي. أنا كنت واقفة أنا وبنتي وأقول لها النبي سليمان عليه السلام يقول وحدة بس، واحد بس، ايوه ونظرت إلى السماء فكان في شق في السماء خارج منه ضوء ذهبي قوي، ورجعت طالعت في بنتي وقلت لها سليمان عليه السلام يقول واحد بس، وبس وانتهت الرؤية. طب هذه بنتك شو حالها الحين؟ خبرينا حالتها. والله أمورها واقفة يعني في كل شيء. ليش انتم متشائمين كذا يعني؟ خبريني، انا سألتك شو موظفة ولا لا؟ لا هي متزوجة؟ عزباء مش موظفة، وما قدرت حتى تكمل دراستها الجامعية بسبب ظروف، شو الظروف؟ يعني بسبب ان احنا انتقلنا من منطقة لمنطقة وكان صعب ان احنا نسجلها في جامعة جديدة. طيب بس وهي قاعدة في البيت يعني ما فقط، بتسوي حاجة فقط لا غير. كيف حالتها الصحية؟ والله تعاني من مشاكل صحية، يعني عندها عدة مشاكل، يعني مش مشكلة واحدة بس، فترة مثل جاتها شو؟ الضغط وتحسنت، فترة جاها روماتيزم وتحسنت، وعلى ذا الحال يعني كم عمرها؟ الآن كم عمرها؟ 29. كل هذا وعمرها 29؟ هذا إذا صارت بال30 شو بتسوي؟ والله عاد لا هذا أمر حول ولا الله، قوة شو إلا نسوي؟ بالله. كم وزنها؟ مع الأسف وزنها تعاني من تعاني سمنة. مشاكل وزن؟ أيوة طيب. يعني هي يمكن بنتك لو قدرت تتعامل مع السمنة تحلها، كل مشاكلها بتنحل كامل. يعني انت تبيها تتزوج وهي يعني انت لو انت جاي تخطب عروس، بتاخذي العروس الرشيقه كذا اللي قوامها مياس، ولا بتاخذي اللي هي متينه؟ طبعا متينه لها اكيد احد بيحبها وبيطلبها وبيتزوجها، بس النسب اقل اقل. يعني لازم تحل مشكله الوزن، لازم تحل مشاكلها الصحيه، مشاكلها التعليميه، بعدين تشتكي من الظروف والحياه. بس لا اكون انا مقصر وارمي كل الحق ايش على رب لا العالمين، احنا اقول ما يلا قصرنا في خلص. موضوع الوزن انا يا استاذ الفاضل، يعني احنا شو وديناها سوت؟ للدكتور، عملنا الفحوصات كاملة، ما طلع اي مشاكل تسبب هذه السمنة، يعني طيب دخلت تضعف نادي، طيب عملت تضعف كل الرياضة ورجيم، بس مع الاسف وزنها ما كان بينزل الا يدوب جرامات. ترى شوفي، هو انت عارف ليش انا ركزت على النقطة هذه؟ تفضل. لأن الحلم تفسيره يقول لك إن كل مشاكلها سببها مشكلة واحدة. يعني كل الضغط اللي في بنتك، سواء الوزن أو الحياة أو الظروف، في سبب واحد لكل مشاكلها. إذا عرف هذا السبب انحلت كل مشاكلها. فهمتي؟ الحين أنا أيوة صعب أعرف، أنت المشكلة لما تصل على بث حي ما يؤخذ، ما يعني ما نقدر نعطي هذا الوقت الكافي لتحليل ومعرفة حياة وأصول وفصول المشكلة. لو انت جيتيني على الخاص مثلا وتكلمتي معي على الخاص، انا ممكن اظلني اخذ واعطي معك واشوف تقارير الاطباء واطلع على حال بنتك لما اعرف السبب واحله، سواء كان سحر ولا طبيعي ولا غيره. لكن انت جايتيني على بث حي، ما راح اقدر اعرف، ما راح اقدر اتخيل كل الاسئله في العالم اللي اسالها. عموما واضح؟ احنا انا كلمت ابني يشترك يعني، بس هو الله يهدي لانه مشغول ما فضي لسه، ولا انا مش قدني لانه مشغول، مش موصي على لا 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 ولدي. لا لا مش لانه مشغول، لانه يمكن مش مقتنع، لانه يمكن مش مقتنع. لو انه عارف انه هذا الموضوع مهم وعارف اهميته في حياتكم ما كان نسي. ما اعتقد انه ينسى يشتري غير شتر العطر لما تخلص، ولا يعتقد انه ينسى يشتري ملابس جديده في اخر الشهر، بس هي لان الشغله مش عاجبته ما راح يتذكرها. لازم تذكري انت. ماشي يا طيب اختي؟ بإذن الله تعالى، جزاك الله خير، شكرا أنصحك جزيلا. لوجه الله تواصلي معي في الخاص، خلينا نعرف شو مشكلة بنتك. من طقطق لسلام عليكم، بعدين نتكلم شو التفسير. بارك خلص الله فيك، بإذن الله مع تعالى، السلامة. جزاك الله خيرا، مع شكرا. السلامة.